قامت عناصر من التشكيلات التعبوية وقوات التدخل السريع وأفرع ووحدات القوات المسلحة بالانتشار في الطرق والمحاور الرئيسية بمدن ومحافظات الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بالدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين ورضع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن. ففي نطاق القاهرة الكبرى قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع العديد من العناصر لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وتسيير دوريات متحركة مدعمة بعناصر من قوات الصاعقة والمظلات تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لمعاونة الشرطة المدنية والمساهمة في حفظ أمن المواطنين في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين تم دفع دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق الهامة والمشاركة في دعم الجهود الأمنية بالمحافظات. كما قامت المناطق العسكرية الشمالية والجنوبية والغربية بدفع دوريات أمنية على الطرق والمحاور المرورية في المحافظات التي تدخل في نطاق المسؤولية.